كورنثوس الأولى 2. وأنا لما جيت لكم يا إخوة جيت مش بكلام عالي أو حكمة أن أديكم شهادة الله، عشان أنا كنت ناوي ما أعرفش حاجة بينكم غير يسوع المسيح ويسوع للطلب. وأنا كنت عندكم ضعف وخوف ورعشة كتيرة، وكلامي والبشارة بتاعتي ما كانوش بكلام الحكمة بتاعت الإنسان اللي يقنعنا، لكن بدليل الروح والقوة، عشان ما يبقاش الإيمان بتاعكم بحكمة الناس لكن بقوة الله. لكننا بنتكلم بحكمة بين الناس الكبار، ولكن بحكمة مش من الزمن ده ولا من عند العظمة بتوع الزمن ده اللي هم هينتهوا، لكن بنتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المستخفية اللي سبق الله فحددها عشان المد بتاعنا من قبل الأزمنة، اللي محدش عارفها من العظمة بتوع الزمن ده، لأن لو عرفوا ما كان وصل أبو رب المجد. لكن زي ما هو مكتوب اللي ما شفتهوش عين ولا سمع بيه ودن ولا خطرش على بال الانسان اللي جهزه الله للي بيحبوه، فاعلان الله لينا احنا من خلال روحه، لان الروح بيفتش في كل حاجه لحد اعماق الله، لان مين من الناس يعرف مواضيع الانسان غير روح الانسان اللي فيه، او كده كمان مواضيع الله محدش يعرفها غير روح الله. واحنا ما خدناش روح العالم لكن الروح اللي من الله، عشان نعرف الحاجات اللي معطيه لينا بلاش من الله. اللي بنتكلم بيها كمان مش بكلام اتعلمته حكمة الانسان لكن باللي بيعلمه الروح القدس، فنشرح الحاجات الروحية بحاجات روحية. ولكن الانسان العادي ما بيقبلش اللي يخص روح الله، لانه بالنسبة له ده جهل وهو ما يقدرش يعرفه، لان معرفة ده محتاجة احساس روحي. اما الانسان الروحي فيعرف يحكم على كل حاجة وهو نفسه ما يتحكمش عليه من حد، لان مين عارف تفكير الرب فيعلمه، واما احنا فعندنا تفكير المسيح.